طبعا هنا معظم الجزء بتاع الانتراكشن وبتاع الانيميشن في عندنا فيديوز كتير، فممكن طبعا ان احنا نحاول نستخدم الفيديوز دي على قد ما نقدر، في لينك قصدي للفيديوز يعني، فممكن ان احنا نشوفها بطريقة كويسة قوي. طبعا هنتكلم على الانيميشن دي بداية المحاضرة، يعني زي ما بيقولوا الصورة بترجينا عن الايه، عن الكلمات، والصورة اللي بتتحرك بتشد انتباهنا 18 مرة عن الصورة ما بتتحركش. فكأن مثلا لو انت كاتب داتا او ارقام انت كده ممثلها مثلا بطريقة معينة، لو عاملها برسومات كأنك 1000 مرة احسن من الايه، من الارقام، و18000 مرة لو انت عاملها بتتحرك، لانها هتشد انتباه الانسان البني ادم اللي بيتفرج عليها. وغالبا الانسان بيصدق اكتر الحاجة اللي بتتحرك عن الحاجة اللي هي واقفة ساكتة قدامه او واقفة ما بتتحركش. غالبا عملت حاجة بتتحرك وحاجة ما بتتحركش، وجيت تفكر الانسان بالاتنين فهتلاقيه بيفتكر اكتر الحاجة اللي كانت بتتحرك. فطبعا الاتنشن دي اهم حاجة يعني، و يو اندرستاند الدايناميك، خصوصا لو في مثلا يعني بفيجوالايز حاجه بتتحرك قدام الناس او ازاي دي بتشتغل. فغالبا طبعا الخطوات الاساسيه مثلا اول اشيل ده وبعدين اركب ده، الانستوليشن، الحاجات دي كلها بتبقى زي ما بيقولوا يعني مهم قوي الواحد يفهم ازاي السيستم بيغير حالته من حاله لحاله، او ازاي بعمل اوبريشن معينه، الخطوات يعني كاني بعمل خطوات. فدي طبعا الحركه فيها مهمه، ايه، مهمة جدا يعني. طبعا increase engagement، لو انا بعمل حاجة محتاج الناس مثلا تتعلم، فغالبا لما تكون حاجة بتتحرك بتشد انتباه الناس وبيخليهم يتفاعلوا اكتر من حاجة تكون ساكتة او حاجة تكون صامتة يعني. طبعا في interaction اللي هي ان انا بتفاعل مع الحاجة، بعمل اكشن وهو يرد عليا، وفي animation اللي هو ان هو مش بيعرض صورة وخلاص او صورة ساكتة، لا بيعرض صورة بتتحرك according لإيه؟ لأكشنز معينة أو according لطبيعة الصورة ذات نفسها. طبعا هنا يعني زي ما بيقولوا في حاجات كتيرة ممكن إن أنا أبدأ أعمل فيها أنيميشن. خلي بالكوا الأنيميشن إن أنا مثلا ممكن ألاقي إن الإيه، الأسماء دي عمالة تلف قدامي فبشوف الحاجات اللي في الخلفية. الإنتراكشن معناها إن أنا ممكن أعمل دراج أو أعمل مثلا روتيشن فتبدأ إنها تتحرك. ففي يعني زي ما بيقولوا في ميكس شويه بينهم، الانيميشن بتحصل لوحدها عشان توضح لي الصوره اكتر، الانتر اكشن انا بعمل اكشن وهو بايه بينفذ الاكشن ده، ان هو مثلا بايه ماكسمايز حته او ان هو يبدا يتحرك. فغالبا كل واحده فيهم ليها دورها، وهما الاثنين مع بعض من الحاجه الكويسه احسن الاستاتيك ايمج يعني، احسن هما الاثنين احسن من الاستاتيك ايمج يعني. طبعا لو انا عندي فوليوم بعمل له ريندرينج، او بعمل مثلا اشعه مثلا مقطعيه بحرك الجسم اللي قدامي، هنا مثلا ده في مثال هنشوفه دلوقتي، الويب بيج بتاعته ممكن تكليك عليها، دي عباره عن زي ما بيجيب اسماء الناس كومن قد ايه، اختار اسم معين وادوس عليه هو يجيب لي اسم كرر قد ايه، مثلا من سنه 1880 لحد السنه اللي احنا فيها. وبعدين بقى ممكن يقول لك الاسم ده جه منين وطبيعة الاسم دوت، وهل هو طبعا يعني اسم جه من اي بلد اصلا، حاجات بالمنظر ايه، بالمنظر ده. كويس قوي. طيب اول حاجة طبعا هنتكلم عليها اللي هي بيسموها الانسان بيستقبل ازاي الانيميشن، يعني دي من الحاجات اللي هي المهمة اللي هي من ناحية السيكولوجي، يعني ان الانسان دايما بيهتم قوي بالحاجة اللي بتتحرك عن الحاجة الساكنة. فغالبا كأن الحاجة اللي فيها الحياة يعني، وطبعا ممكن يستحمل فريمز قد ايه البني ادم، وطبعا الايه الحاجات دي كلها تعتبر يعني ليميت، لان احنا ما نحركش صورة باسرع مما يجب، او ما نحركهاش ببطء قوي فالانسان يحس انها عبارة عن سام ايمجز، فممكن يبقى في مجموعة من التريكس تخلي الانسان يركز في حتة حتة يعني. فهنتكلم على شوية كونسبت سوري، منهم طبعا اللي هي فكرة ان انا يعني زي ما بيقولوا كده ممكن ان انا اتفرج على الحاجات بتتحرك، وممكن مثلا عدد النقط اللي بتتحرك تفرق معايا، لو في نقطة او نقطتين هيبقى استيعابهم اكتر مثلا ما تكون نقط كتير قوي، ولو في نقط كتير قوي بتتحرك غالبا الانسان بيبدأ يلاحظ الباترن، الحاجات اللي بتتحرك مع بعضها. فدي من الحاجات اللي هي الايه المهمة،
فهنا مثلا يعني زي ما احنا شايفين كده في ناحية اليمين في عندنا كاموفلاجد كرياتشر بيستخبوا جوه الرمل، طبعا هيبدأوا يبانوا لما اعمل مثلا ايه انيميشن او اعمل حركة، وده طبعا كأنه يعني زي ما بيقولوا دليل ان الحركة اهم كتير قوي من الايه من الايمج الساكنة. يعني الايمج وهي ساكنة انا مش شايف حاجة، انما لو انا بدأت احرك مثلا الايه الايمج دي فممكن مثلا فاعتقد انها يعني طيب يعني هنشوفها دلوقتي، بس على ما نشوفها ممكن نبص على اللي هي بيسموها النيم فويجر اللي هو كأنه تسمية الأولاد والبنات، اللي هو طبعا بيستخدم دايما اللون الأزرق للأولاد واللون البامبا للبنات. بكتب هنا اسم وهو بيقول لي الاسم دوت كأنه يعني اتكرر كام مرة أو جه الهيستوجرام بتاعه يعني اتكرر قد إيه. طبعا مثلا خلينا مثلا نكتب اسم مثلا زي سارة، طبعا اسم سارة هنا من أول 8 من أول 1880 لحد مثلا 2018، والاسم تكراره قد إيه والأرقام دي اللي معناها كل مليون، يعني كل مليون واحد فيهم 10,000 واحد اسمها سارة. طبعا اسم كومن قوي سارة كأنها يعني 1 على 100 من الأسماء، 1 على 100 صح، 1 على 100 من الأسماء. في طبعا سارة وفي سارة اللي هي بالاتش، طبعا سارة اللي بالاتش دي غالبا هي كومن قوي في أوروبا عن إيه أو في أمريكا عن إيه عن طبعا الشرق الأوسط اللي هما بيسموا سارة اللي هي آخرها التين مربوطة يعني، فغالبا ده اللي هي سارة بتاعتنا إحنا اللي هي الفوقانية، وسارة اللي تحت اللي هي سارة اللي فيها اتش يعني. فطبعا ممكن ان احنا كمان في بقى هنا اللي هي بيسموها الداتا، ان انا اجيب الداتا بتاعت الاسم وانس ان انا عملت عليه دبل كليك اجيب بقى بقية المعلومات، ده كأنه جاست براوزر بس بيعرض الكلمات المهمة، وبعدين لما انت تبقى انترستد في حاجة يبدأ يجيب لك الاسم دوت. الاسم ده طبعا الايه يعني زي الرحلة بتاعته او المعلومات بتاعته يعني استراليان جير نيمز، طبعا ده من الاسماء المشهوره قوي في استراليا. طبعا يعني هنا زي ما بيقولوا كان مشهور فين امتى، فهنا مثلا في 2014 كان دوت يعني يعتبر من الاسماء المشهوره في استراليا، مثلا في بلجيوم بلجيكا يعني وبقيه الدول الثانيه الاسم ده كان مشهور قد ايه، فهو يعتبر اسم من الاسماء اللي هي ايه فيري كومن قوي. وكمان في معلومات عن مين فيموس لايف بيبل نيمد ساره، طبعا دي كلها معلومات زياده يعني كل دي في الداتا وبانت لما انت عملت فيجواليزيشن. فانت من الاهم اهم حاجه تعملها اللي هي ان انت تعمل فيجواليزيشن كويس، هي بتبقى المفتاح للتعامل مع الداتا بتاعتك اللي غالبا بتبقى غاليه وانت بذلت فيها مجهود، فيعني يفضل ان انت تعمل حاجه زي كده يعني. تمام، تدخل الفيجواليزيشن بتاعك يعني كفرونت اند للتعامل مع البرامج بتاعتك. هنا طبعا في حته برضو من الحاجات المهمه اللي هي لو انت عندك مثلا ده اصلا كان بيبي نيم يعني كنت بتسمي حد عشان ايه بيبي عندك يعني ولد او بنت، فهنا مثلا هنا الاخوات، فهنا في حته ظريفه قوي فيها حاجه شبه الورد تاج اللي هي طبعا في اسماء الولاد عاملها بالازرق واسماء البنات عاملها بالايه بالاحمر او البينك، وبعدين كاتب الاسم اللي ماتش قوي يعني كل واحد يعني مثلا كلير دي اكتر اسم ماتش، مثلا هنا دي برضو من الاسماء اللي ممكن تماتش مع ساره، فهنا جايب لك يعني ايه الاسم اللي ماتش نتيجه الداتا اللي موجوده عنده، ان عارف ان دول اخوات او ان دول كانوا اخوات قبل كده يعني، فايه ففيري كومن ان هو يقترح عليك اسم يكون طبعا ايه يعني هنا واضح ان كلير وهنا هما الاثنين من الاسماء المتكرره قوي، فلو انا جيت هنا مثلا وكتبت هنا خلي بالك بمنظر الكيرف عامل ازاي دبل ان وبعدين اي اتش، هتلاقي ان هنا شكله يعني زي ما بيقولوا سيميلر قوي لساره يعني
يعني زاد معاها وقل معاها، فكأنهم كانوا كومن قوي في وقت معين مع بعض يعني. فساعتها يبقى زي ما بيقولوا في مجال اكتر ان هو يحطهم مع بعض ان هم ينفعوا يبقوا اخوات يعني. فدي فكرة الايه، ازاي بيختار ان هو يبقى اسم كومن للاخوات يعني، عن طريق حاجة اللي بيسموها الاسوسيشن، يعني الاسم ده والاسم دوت زادوا مع بعض قد ايه وقالوا مع بعض قد ايه. طبعا واضح ان في شوية شغل بتاع داتا اناليسز كتير، وانت بس بتبان لك بالفيجواليزيشن النتيجه بتاعته. فدي من الحاجات المهمه قوي في الفيجواليزيشن، ممكن يبقى فيه انجن ورا ما انت شايفه هو بيشتغل ازاي بالظبط، وانت بس بتاخد الريزلت بتاعته تستفاد بيها في الايه، في الشغل بتاعك. خلينا بقى نجرب الكلام دوت على براوزر تاني. نكمل طبعا برضو الرسمه الثانيه يعني من الحاجات اللي هي فيري انترستنج، اللي احنا ممكن دلوقتي انا مش شايف حاجه، بس ممكن لما الحاجات تتحرك ابدا احس بالخطوط اكتر. فهنا غالبا هلاقي شكل دراجون اللي هو زي تنين بيتحرك لما بلاحظ حركه النقط يعني. فغالبا حركه النقط دي ممكن توضح لي حاجه انها شكلها بتتحرك، او حاجه ان شكلها بيشتغل قدامي يعني. وهنا بقى فكرة برضو لما تكون حاجات بتتحرك بنفس الايه، بنفس الحركة او كأنهم لينكد مع بعض يعني. انت اللي ممكن يبان لك دلوقتي ان انت عندك خطين بيطلعوا وينزلوا اكتر من هما 6 نقط بيتحركوا. فدايما الانسان بيحاول يمثل الحاجات بطريقة اسهل، ان النقط دي كلها خط واحد بيتحرك مع بعض. فده اللي ممكن يدي لك زي الرسمه اللي فاتت يعني، ان دوت دراجون او ان دي في حركه حد. دي من الحاجات اللي هي الكويسه قوي في الايه، الواحد يبقى فاهم ان الانيميشن بتاعته ممكن تدي انطباعات مختلفه. فلازم الحاجات شويه تتحط بايه، ببعض المقاييس المختلفه يعني، بعض المقاييس المظبوطه، ان انا مثلا ازاي احرك حاجه معينه يعني. تمام. فطبعا يعني في الانسان في الاخر بيقدر ان هو يربط الحاجات اللي بتتحرك مع بعضيها كانهم حاجه واحده او جزء واحد يعني. تمام. طبعا هنا في بعض الايه اللي هي الحاجات اللي هي بتتحرك في بعض الاحيان الترانزيشن بتبقى افضل من ان انا ما استخدمش ترانزيشن يعني. فاوضح يعني اللي حصل هنا مثلا، ان انا مره نقلت من ده لده، ومره كاني عملت مورف وضحت كل اوبجكت بيتحرك بيروح من هنا لهنا. فغالبا المنظر اللي فات ده اللي هو فيه مورفينج بيبقى افضل بكتير في الانيميشن من ان انا اقول دي الصوره كاني بعمل صوره والصوره بيفور وافتر يعني، انما هنا بقول هو مش ازاي او وضح ازاي. فحتى للبني ادم حتى لو الباص ده شويه مش ريل قوي، مش ده اللي حصل يعني، بس بالنسبه للبني ادم بيصدق اكتر لانه بيتفاعل مع الحاجات اللي بتتحرك. بحس ان ده اوبجكت والاوبجكت ده بيتحرك، مش مجرد انك لقطت صورتين وتقعد تدور على المتشابه يعني. كويس. في بقى السرعه، احساسك بالسرعه دي من الحاجات اللي هي مفيده وممكن تحط فيها داتا يعني. مثلا حاجه بتتحرك بسرعه معينه ده كانه البارامتر التالت، حاجه بتتحرك بسرعه بطيئه فده كان البارامتر الفاليو بتاعته قليله. فممكن طبعا يعني فكرة الأوسيليشن مثلا، فكرة الكواكب وهي بتدور حوالين الشمس، الحاجات دي كلها من الحاجات اللي هي ممكن الناس تستخدمها في تمثيل اكسترا دايمنشن في الداتا بتاعتها. في كونسبت طبعا ان هو الانسان بيبقى زي ما بيقولوا عنده مخه متفرمط بطريقة معينة او فاهم حاجات معينة، فاحنا غالبا الانيميشن بتاعتنا ما تصدش او ما تخبطش في ده يعني. ال الكرة دي لو اتحركت هتمشي بالمنظر ده لحد مثلا ما في الاخر ما تيجي تحت، وهي جاية تحت هتمشي ازاي. فطبعا هل هتمشي بمنظر اللي هو السهم المخطط ده ولا السهم المباشر يعني. فغالبا في بقى الفيزيكس بقى هنا مثلا بتقول لنا ان هو بيتحرك بصورة بالشكل دوت، وغالبا هيفضل ماشي بالسرعة دي او السرعة المستقيمة بالشكل دوت. وبعض الناس ممكن تتخيل ان هو هيفضل يلف
هو كان بيلف نتيجة ان هو في دايرة او في تيوب يعني. فغالبا دي من الحاجات اللي هي المهمة او ان الواحد زي ما بيقولوا كده يبقى متخيل الحاجة هتتحرك ازاي. فبيربط الانسان دايما بيربط ان هو لما يجي متوقع انها هتلف بالمنظر الايه، بالمنظر المباشر ده. هنا برضو بنفس الاسلوب، لو في عندي مثلا زي بندلم كده بيتحرك وانا سبته مرة واحدة، فهتتحرك الكرة السوداء دي تقع فين. طبعا عندي زي ما بيقولوا كذا مجال هو بيتحرك، فغالبا هيقع لتحت على طول، ولا هيقع لتحت بس لقدام شوية، ولا هيمشي في خط مستقيم، ولا هيقع لورا، ولا بعد شوية هيقوم واقع. فغالبا دي بنظر مختلفة بتوضح لنا طبعا زي ما بيقولوا الحركة المتوقعة من البني آدم، اللي هي إنها لازم يعني زي ما بيقولوا متوقع. الفيزياء بتاعتي بتقول لي مثلا إن حاجة زي رقم 2 دي هي هتبقى الحاجة الطبيعية أكتر، لأن الكرة وهي جاية هنا كأنها جاية بحركة أو فيها عندها حركة هتخليها تزق لقدام شوية. في نفس الكورة دي لو أنا سبتها وهي في المكان رقم يعني الأخير، المكان الأخير، فغالبا هتقع لتحت، ولا هتقع كده، ولا هتقع كده. فغالبا هي وهي هنا كأنها سكتت وهترجع تلف مرة تانية، فكأنها ساكتة. فلو قطعت الحبل ساعتها هتقوم نازل تحت، غالبا هلاقي إن المكان الصحيح اللي هو رقم 1. فدي من الحاجات اللي هي زي ما بيقولوا الإنسان بيبقى متخيل حاجة معينة، فأنت صعب إنك تصدمه، أو صعب إن أنت تعمله في الأنيميشن حاجة ما تخليهوش يبقى مقتنع إن دي حقيقة. فبالتالي يعني إيه، هيعترض على بقية الرسمة أو هيعترض على بقية التمثيل البيانات اللي موجودة يعني. طبعا هنا الحاجة بتكون دايناميك، دي مثلا زي طيارة ماشية وبتحدف حاجة، فالحاجة دي هتقع بخط مستقيم، ولا هتقع لورا، ولا هتقع لقدام، ولا هتقع لقدام شوية، ولا هتقع قدام وتسبق الطيارة. فغالبا يعني مين فيهم الواحد يصدقه أكتر. طبعا من الحاجات اللي هي الفيري انترستنج يعني، لو مفيش مقاومة للهواء غالبا الطيارة بتاعتي والأوبجكت هيبقوا ماشيين بنفس السرعة لو الطيارة ماشية بسبيد ثابتة. فغالبا دي الحاجة اللي هي لو أنا ما عنديش فريكشن يعني مع الإيه، مع المخزوف ده. لو عندي فريكشن غالبا هتقع بعديه يعني، هتقع بالمنظر ده، لأن الفريكشن هيقلل سرعة ده شوية، والطيارة كأنها ماشية بقوة يعني بتتغلب على الفريكشن بتاعها، إنما الأوبجكت دوت كأنه ما بتغلبش على الفريكشن يعني. فالخلاصة إن هو ممكن تقع بالمنظر إيه، بالمنظر دهوت، او بالمنظر ايه، بالمنظر ده، حسب قوة الفريكشنز الموجودة عندي يعني. تمام. طبعا يعني الانيميشن بتحلي فرصة كبيرة قوي ان انا اتكلم على ستوري، وستوري مرئية، ده كان هنا راح هنا لف ومشى بالشكل دوت، غير طبعا ان انا ايه ابقى شايف مثلا ايمج ثابتة قدامي، فكأنها بتعمل تريجر لان انا اعرف احكي ستوري او اعرف احكي ناريتيف يعني. كويس. طبعا هنا بقى من الحاجات الظريفه قوي اللي هي الربط بين الحركات المختلفه ومين كان السبب في مين. فلو انا بصيت هنا اعتقد ان هنا كان في انيميشن بتحصل، الكرة الحمراء كانت بتيجي وتخبط الكرة الزرقاء، فالكرة الزرقاء تبدأ تتحرك. فده ساعات بيسموها كاجواليتي. كاجواليتي يعني مقصود بيها إن ده الكوز بتاع ده، أو ده السبب في إن دوت حصل. فغالبا فكرة الكوزاليتي ديت اللي هي كوزاليتي سوري اللي هي فكرة إن أنا حاجة هي سبب حدوث حاجة تانية. فغالبا يعني في عندنا طبعا حاجة اللي هي بيسموها immediate causality، يعني دي هي اللي حركت دي على طول. delayed causality يعني حصلت بعدها بوقت معين. هنا طبعا الايه independent event يعني event ملوش دعوة ببعض. فالتايم ممكن يبقى التايم المناسب قد ايه، فهو بيقول لك يعني ان تقريبا الاميديت كوزاليتي
ممكن تقف هنا كده عند رقم اللي هو يعني بين 14 و 98، لو ده السكيل بتاع التايم يعني بالملي سكند. يعني خلينا نقول نصهم كام، 14 و 98 نصها كام، نصها زي مثلا 150، 50 ملي سكند يعني، يعني كأنها نص لا 50 ملي سكند. طبعا ده رقم صغير قوي، فدي ساعتها الواحد بيحس انها immediate يعني. طيب لو زادت عن كده الواحد بيحس ان هي delayed causality، يعني مثلا حد زق حد وفي الاخر العربية مثلا انفجرت بعد شوية بعد ما سخنت مثلا، فدوت يبقى اللي هو الايه ده التايم بتاعها يعني. طبعا اكتر بقى من 100 ملي سكند الواحد بيحس ان هما independent event، فغالبا يعني زي ما بيقولوا لو انا عايز اعرف ان ده والكوز بتاع دوت لازم اخد بالي من الانيميشن بتاعتي عشان ما اديش انديكيشن غلط للايه المستقبل في الفيديو بتاعي. فطبعا هنا الكوزاليتي دي من الحاجات اللي هي المهمه. طبعا هنا في اللي هي فكره التشينج تراكينج، ازاي حصل التشينج والخطوات اللي بتحصل فيه، كوز اند افكت، اهي دي غالبا دي اللي شغاله اهي. هنا التايم على بال ما التانيه اتحركت ممكن يحسسني ان في كوز اند افكت، او يحسسني شويه يعني. هنا كل واحده فيهم ممكن اشوفها طبعا عامله ازاي، او انجيجمنت ان انا بشوف الحاجات قدامي وهي بتتحرك، فغالبا بتبقى ايه ببقى جيت انفولفد يعني ايه فيها. طبعا ايه المشاكل؟ ممكن المشاكل الكتير انها تعمل ديستراكشن، لو انا عايز ارسم حاجه كده بتتحرك اوبجكت كونستانسي اللي هي كاني ممكن اشوف اوبجكت كده بتتحرك فببقى مش عارف مين مع مين، ممكن اربط حاجتين مع بعض بيتحركوا نتيجه نفس السرعه بس هما مالهمش دعوه ببعض. فولس ايجنسي يعني كان ده هو السبب في ده بس هو مش سبب فيه، فممكن فكره ان هو ده اتحرك ام ده متحرك فانا اربطهم مع بعض كان هما لهم علاقه ببعض بس هما يعني لا ده حاجه صدفه او في الداتا دي. فغالبا دي الحاجات اللي هي المشاكل. فطبعا الواحد زي ما بيقولوا لازم ياخد باله يبقى مرتب حاجه من الاول، وبعدين يعمل سامبلنج للداتا بتاعته اللي هيعرضها ويبدا يشوف ايه الحاجات اللي ممكن كانه بيعمل لها تيست يعني، تيست بيوزرز يعني، ففي الاخر يقدر ايه يقول الكلام ده فعلا كويس ولا هيلخبط الناس يعني. الهلب والهيرتس مين فيهم اكتر يعني؟ كويس قوي. تمام. طبعا الانجيجمنت اللي هي ممكن ان انا زي ما بيقولوا شارت جانك يعني كاني شاغل مخي اللي قدامي قوي 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 لحد ما زهق او لحد ما هو بقى جيت ايه يعني خلاص مخه اتملى زي ما لازم. فغالبا الانترست دوت ليه برضو ايه ليه يعني زي ما بيقولوا مقدار او مش للاخر خالص يعني. طبعا الكالبريشن بقى ان انا ممكن ان انا اخد بالي احرك الانيميشن بالراحه او عالي، فطبعا تو فاست ممكن يعمل بعض الايرور وبعض المشاكل، وتو بيخلي ما صدقش قوي، وتو سلو ممكن يخلي الموضوع بورنج لانه هياخد وقت كبير قوي على بال ما الحركه ما تخلص. فالكلام ده من الحاجات اللي ايه دايما بيبقى محتاج فن ان انا ازاي امسك الخيوط كلها في ايدي يعني. فطبعا يعني هنا شويه بس افكار اساسيه مثلا في الحته اللي هي بتاعه الانيميشن اللي هي فكره لما باجي اعمل حاجه بتتحرك سكواش اند ستريتش، طبعا زي افكار بتاعت الكرتون. اكزجريشن كاركتر انيميشن اللي هي مثلا برسم الحركه وهي الحاجه وهي بتتحرك في ديفرنت سيتويشن، مثلا زي واحد بيتحرك رجليه شمال قدام رجليه يمين قدام جسمه منحنى قدام له شويه وبعدين جسمه رجع تاني طبيعي، فببدا ان انا ارسم الحاجه بطريقه كويسه قوي يعني. اكزجريشن مقصود بيها اللي هي المبالغه، لان ساعات كتيره قوي المبالغه بتبقى نوع من انواع بحس الانسان ان هو بيتحرك فكانه عشان مثلا يطلع يجري بيرجع لورا شويه ويقوم منطلق مره واحده، او يطلع مثلا نار مثلا من الارض بعد مثلا ما ايه ما جرى. فطبعا من الحاجات دي اللي هي زي ما بيقولوا كده بتعتبر مجال ان الانسان يصدق اكتر او يعني جيت انجيج اكتر بالايه بالصوره اللي قدام. slow in و slow out اللي هي كأن الحاجة
بتبطأ في الأول وتبطأ في الآخر، وبعدين إن بتوين بتمشي مثلا بالسرعة بتاعتها الإيه النورمال يعني. فمثلا هنا الكورتين دول بيخبطوا منهم كورة دايما بتفضل دايرة، وكورة تانية بيحصل لها سكواشنج أو إنها كأنها بتنبعج لما بتخبط في الإيه في الحيط أو بتخبط في السقف يعني. فغالبا إحساس الإنسان إن الكورة اتخبطت فكأنه بيحس برد الفعل، فدايما رد الفعل بيخلي الإنسان شوية يصدق إن في حاجة حصلت عن طبعا الإيه عن الصورة التانية. طبعا لازم وأنت بتعمل الكلام ده تاخد بالك من إن الكورة حجمها بيفضل ثابت، يعني الكرة مش هتجيب حجم من الفراغ ولا هتزيد ولا هتقل، بس ايه عرضها مثلا بيصغر بس طولها بيكبر او بالعكس. فبالتالي اعرف اصدق اكتر ان في حركة حصلت، زي مثلا كنا بنشوف مثلا زمان في الكرتون في توم وجيري مثلا ان هو وقع من فوق فاتخبط كأنه بقى ايه بقى مثلا زي نقطة مية مثلا كبيرة، او زي يعني كأنه بقى يعني الطول بتاعه صغر والعرض بتاعه كبير قوي. بالمنظر ده طبعا الانسان بيبدا شويه يحس بالافكت بتاعت الايه الاصطدام بالارض مثلا يعني. طبعا فكره الستيجنج ان انا بعمل ستيج واعمل وان ايديا ات تايم، عشان يعني عشان ايه عشان طبعا تبقى حاجه سهله عليا، والحاجه الثانيه ان انا ما لخبطش المتلقي نتيجه تداخل، ممكن التداخل يخلي الانسان يحس بحاجه ثانيه زياده او حاجه مش ايه مش موجوده. فاتس بيتر ان انا يعني زي ما بيقولوا اجزأ الحركات لحركه حركه حركه مش كله مع بعضين. فمثلا لو ده مثلا بيقوم وبعدين بيفكر يجري وبعدين بيجري، الحاجات دي كلها اعملها خطوه خطوه، ما اعملهاش كلهم في نفس الايه في نفس الوقت يعني. انتسيبيشن طبعا شو بريبريشن فور ان اكشن، يعني هو دلوقتي من الحاجات اللي ممكن تخليك تقتنع ان هو ما بقاش الاكشن فجائي. مثلا حاجه سرعتها هتزيد فيبدا ياكسلريت، مثلا ده هيخبط الكره بالمضرب فبيرجع لورا شويه. فالجزء ده في الانيميشن كانه بيزود ان انت متوقع الاكشن اللي هيحصل او مش مستغرب من الاكشن اللي هيحصل حالا يعني، فكانك بتخلي الترانزيشن كانه سموز، اللي هي فكرة انك تعمل anticipation يعني. فولو ثرو طبعا فولو ثرو المقصود بيها لما الاكشن بيحصل هو حدف الكرة لقدام كرة بيسبول فكأنه هيوقع لقدام، فطبعا دي كده كأنه زي شوية الرد الفعل الطبيعي بس ممكن شوية exaggeration يعني. ممكن الانسان يحس مثلا زي مدفع مثلا ضرب طلقة وبعدين المدفع طلع لقدام شوية من كتر اندفاع الايه الطلقة اللي حصلت. فغالبا دي من الحاجات اللي هي الايه اللي تخلي الواحد يصدق اكتر او يقتنع بالحاجه اللي حصلت يعني. سلو ان وسلو اوت، عايزين بس الاول نبص على الثلاث كور دول ايه الفرق اللي بينهم. طبعا الكره اللي في الوسط بتخبط في الارض وتنبعج وتطلع تاني، الكره اللي على اليمين بتنبعج برده وتطلع تاني بس بتطلع بطريقه زي ما بيقولوا اسرع شويه، الكوره اللي هي ناحيه الشمال ما بتعملش حاجه وطالعه ونازله في ايه في سكوت او في ايه يعني في ترانزيشن نورمال خالص. فغالبا فكره اللي هو التايمينج ان الواحد بيعمل طبعا لينير انتربوليشن از ليس بليزنج، يعني ايه يعني اتس بيتر طبعا ان الحاجه وهي طالعه بسرعه بتبدا سرعتها كبيره فالتايم شويه بيبقى ايه الوحدات بتاعته قليله، وبعدين يبدا يعني مثلا خلال مثلا 1 سكند طلع مسافه كبيره، خلال 1 سكند ثانيه طلع مسافه اقل شويه. فالواحد بالمنظر ده ممكن يرسم الحاجه بطريقه اوقع، مش ان هو بيعمل حاجه ماشيه بسرعه ثابته وخلاص. فغالبا الواحد لازم ياخد باله من التفاصيل الدقيقه دي اللي تخلي الانسان يقدر ان هو يصدق الانيميشن لو انت هتعمل انيميشن يعني في حاجه. طبعا ده مثال على النحله دي انها هتتحرك هتطير بسرعه جامده قوي، فاول حاجه بتعمل اللي هو الانتسيبيشن انها كانها جيت ريدي للاكشن، وبعدين بتبدا انها في طبعا استريتش ويعني جسمها بينبعج اكتر يبقى زي الكوره، وبعدين بتقوم مره واحده بتبقى كانها طولت، والالوان طبعا وشكلها وضح لك ان السرعه بتاعتها بقت سرعه كبيره قوي
لدرجه ان انت مش شايف هو ده الفريم، بس هم مرسوم بالشكل ده عشان ايه؟ يحسسك انها طارت بسرعه فظيعه يعني، او بسرعه قويه قوي يعني. وطبعا هنا يعني بقيه ده الديل بتاعها مثلا، والخيال بتاعها كانه لسه موجود، فدي من الحاجات اللي هي شويه اللي ممكن تحسسك بانها ماشيه بسرعه جامده قوي يعني. طبعا يعني الخلاصه ان في شويه حاجات ممكن نتكلم عليهم، اللي هي فكره الستيجنج، ان الواحد يعمل انيميشن حته حته، ياخد باله من الهرتز بتاعت الاكشنز اللي بيعملها، موك ميك اول موفمنت مينفول، يعني غالبا ما تعملش زي بيقولوا تحافظ على الانك بتاعك في الرسم، ما ترسمش حاجه من غير لازمه، برضو ما تعملش انيميشن من غير لازمه، لازم الانيميشن يبقى ليها لازمه، ما تبقاش مجرد للايه للتحليه او للايه المنظر الافضل يعني بالايه بالحاجه اللي عندك يعني. طبعا يعني هنا يعني ممكن ناخد بالنا من ايه اللي بتعمله افويد وايه اللي ما تعملوش افويد، والكلام طبعا معتمد على الداتا بتاعتك قد ايه، لو بتتكلم على اوبجكت واحد او تو اوبجكت فانت ممكن تعمل الاكشنز دي، تتكلم مثلا على 10 اوبجكت او 10 بوينتس مثلا، فغالبا يعني عين الانسان مش هتقدر انها تاخد بالها من الايه من الكلام ده. افويد انستنت تشينج، قلنا هنعمل تشينج يعني حته بحته ستيجنج، فدي من الحاجات اللي هي شويه مهمه. افويد reinforce hierarchical structure with transition، طبعا اعمل ترانزيشن خطوه خطوه. سموز اكسباند اند كومبريس ديتيل، سموزلي اكسباند اند كومبريس ديتيل، يعني اقدر ان انا اخش في ديتيلز اكتر او اخش في ديتيلز اقل حسب الطلب. reinforce animation with narration، طبعا هنا كاني هحكي على الايه على اللي بيحصل مع الانيميشن، او الانيميشن هتخليني اعرف اتريجر اكتر، اتكلم بطريقه ايه بطريقه اقوى على الستوري اللي حصلت يعني. طبعا الداينامكس اللي هي الحاجه بتتحرك زي مع التايم، والترانزيشن اللي هي كاني بقول ان ده اللي حصل او ده انتقل من هذا لهذا بهذا المنظر، فالترانزيشن دي كانها حاجه ارتفيشال او حاجه مش طبيعيه، والدايناميك دي حاجه طبيعيه اجينست التايم، فلازم اخد بالي من الفرق بينهم هما الايه الاثنين. اعتقد يعني لحد هنا ممكن تبقى الدنيا تمام. في بقى كونسبت اكتر ممكن ان احنا نشوفها، مثلا لو انا بعمل انيميشن لحاجه بتتحرك مثلا او بروسس معينه عشان افهم البروسس دي بتشتغل ازاي بسرعه، فهنا مثلا ديت زي بروسس مثلا بتعمل ميكس مثلا تو ليكويد مع بعض الفالفز، وهي بتفتح وبتقفل، وهي الحركه وهي كانها بتقلب الايه تو ليكويد، او غالبا كانها بتحقن ليكويد وتدخل ليكويد تاني، فغالبا يعني من غير تفاصيل كتير فايده الانيميشن انها بتوضح لك ازاي الحاجه بتشتغل، يعني البرنسبل ازاي ان هو بيشتغل، زي مثلا الحرق مثلا بتاع العربيه مثلا، ازاي اللي هي شمعات الاحتراق انها بتشتغل مثلا. طبعا هنا بعض التولز اللي هي بتستخدم الانيميشن، فاعتقد يعني ان دي كانت فكره كويسه قوي للايه اللي بيحصل. طبعا في بعض الاحيان يعني يهمني ان الحركه شويه تبقى سموز، ما تبقاش صادن يعني، لو حصل ابربت تشينج من نقطه لنقطه فلازم اخد بالي في الانيميشن بحيث ان انا اعرف اتراك الكلام ده، ودي فكره الترانزيشن، ان هو يعني حتى لو قيم زادت مره واحده بطريقه قويه انت بتشرح ازاي انها اتحركت للنقطه اللي هناك دي، مش مجرد بس انها بتبقى الفاليو بتعمل لها ريبريزنتيشن اجينست التايم وخلاص. فطبعا يعني اعتقد ان دوت كفايه في هذا الايه في هذا الموضوع، وطبعا دي من الحاجات اللي هي طبعا هنا بعض البرنسبل في التفاصيل الدقيقه بقى، ازاي الواحد يعمل فكره ان هو وهو بيحرك الترانزيشن يعمل ايه او يحافظ على ايه، فالكلام طبعا هنسيبه في المحاضره، بس احنا غالبا اهم حاجه هنوقف عندها اللي هو ايه فايده الايه الانيميشنز المختلفه. تمام كده.